السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنبتدي في المحاضرة رقم 1. هنتكلم النهاردة على introduction of الفيتامين. ممكن اعرف الفيتامين على انها natural component of the food او essential organic micronutrient. يعني ايه micronutrient؟ يعني with low molecular mass، تقريبا 1500 دالتون، و required in the diet in small amount من few microgram to few milligram. غرضها ال growth normal development maintenance of a normal cell and organ functions and optimal health of the body. In human، نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا يا شباب، ان ال vitamins cannot، ما تقدرش synthesized by the body but are found naturally in the food. يبقى لازم اخدها في الوجبة الغذائية عشان اقدر استفيد منها وتقدر تعمل لي الفانكشنز اللي احنا قلناها. ال history of الفيتامينز. عملية الـ discovery of the vitamins was the major scientific achievement in our understanding of the health and the disease. في بداية القرن العشرين كان عندنا ثلاثة essential nutrients متعارف عليهم موجودين في الوجبة الغذائية، هم عبارة عن البروتين والكربوهيدرات والفات. سنة 1912 الـ scientist began trying to resolve the issue and discovered that in the food contained more than 3 nutrients. يبقى مهم جدا يا شباب السنة بتاعتنا، ومهم ان الساينتست هم اللي اكتشفوا الموضوع ده. الكيمست قدروا يعملوا isolation، عزل للvarious vitamins، deduce يستنتج الكيميكال structure، develop methods for senses of the vitamin. أول فيتامين بالنسبة لنا الـ first nutritional factor كان اسمه الصيامين، isolated من الرايس polishing اللي هي قشور بتاعة الرز، was found to be an amine in chemical nature. يبقى فيه في الـ structure بتاعه أمين، and it was vital to life. وعلى ذلك جاء بقى اللي هو كشمير فانك سنة 1912، قدر يعمل او يصيغ كلمة فيتامين. فيتامين ديت كلمة جريك يعني يونانية، جاية من كلمتين، من فيتا يعني لايف، وامين يعني معناها ان امين ان كيميكال ناتشر. فيما بعد لقينا ان not all such type of nutritional factor او الفيتامين were amine، فبالتالي عرفتها على انها فيتامين من غير حرف الاي اللي في الاخر. هنتعرف على the types of الفيتامين و classification of الفيتامينز. وعندي في كل classification لازم اتعرف على sources of الفيتامين في الوجبة الغذائية بتاعتي، ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا. لو جيت اتكلم على classification of الفيتامين هلاقي ان الفيتامين can be classified according to solubility الذوبانية into two groups. اول حاجة اللي هو الفات soluble vitamin والwater soluble vitamins. عندنا الفات سولابل فيتامين هم عبارة عن A، فيتامين A أو ريتينول، فيتامين D كالسيفيرول، فيتامين E توكوفيرول، فيتامين K. بالنسبة للووتر سولابل فيتامين عندنا الفيتامين B كومبلكس، وعندنا الفيتامين C. الفيتامين C بيسمى بالأسكوربيك أسيد. فيتامين B كومبلكس زي ما انتوا شايفين كده شباب عندي أرقام جنب البي ومسمى تاني، مهم جدا بالنسبة لنا نخلي بالنا من الأرقام. يعني مثلا فيتامين B1 صيامين، B2 ريبوفلافين، B3 نايسين، B5 بانتوسينيك أسيد، B6 بيردوكسين، B7 بيوتين، B9 فوليك أسيد، B12 اللي هو كوبولامين.
زي ما انتم شايفين كده عندنا مفيش بي 4، عندنا مفيش بي 8 ولا بي 10 ولا بي 11. يبقى دي نقطة مهمة بالنسبة لي، عدد الفيتامين بي كومبلكس 8 من الفيتامين بي كومبلكس. هتعرف بقى على كل نوع من انواع الفيتامين، سواء كانت ووتر سولوبل فيتامين او فات سولوبل فيتامين. الفات سولوبل فيتامين اللي هم عبارة عن الفيتامين A، فيتامين D، فيتامين E، فيتامين K. هنتعرف على السورسز بتاعتهم، نقطة مهمة جدا السورسز في الوجبة الغذائية. لو جينا نتخصص شوية في الووتر سولوبل فيتامينز، يبقى ممكن اقول الليست اوف الفيتامين بي كومبلكس عندنا مهم جدا حفظهم: فيتامين بي 1 سيامين، بي 2 ريبوفلافين، بي 3 نياسين او نيكوتينامايد، بي 5 بانتوسينيك اسيد، بي 6 بيرودوكسين، بيرودوكسال، بيرودوكسامين، بيرودوكسين هيدروكلورايد طبقا طبعا للفانكشنال جروب اللي موجوده في المركب، فيتامين بي 7 بايوتين، بي 9 فوليك اسيد، و 12 اللي هو كوبولامين. وممكن هنلاقي في عندنا حاجات مسمى تاني في السبلمنت. تعرف طبعا على كل نوع من انواع الووتر سولوبل فيتامين بالسورسز بتاعتها. من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا بقى، ليه انا باخد فيتامين في الوجبة الغذائية؟ يبقى هو ليه important بالنسبة لي؟ الimportance بتاعته في داخل جسم الانسان. هنتعرف على عملية الهضم والامتصاص للفيتامين، سواء كانت ووتر سولوبل فيتامين او فات سولوبل فيتامين، سواء اخدتها في الوجبة الغذائية او اخدتها كسبلمنت. مهم بالنسبه لي ان في عندنا ثلاث انواع من اليونتس اللي بيعملوا لي ميجر للاماونت اوف الفيتامين. اول حاجه الميلي جرام، الاختصار بتاعتها ام جي، مهم قوي الشباب. هو عباره عن 1000 اوف جرام. المايكرو جرام زي ما انتم شايفين كده الاختصار بتاعتها مهمه جدا، بيبقى 1 مليون اوف جرام. والانترناشونال يونت هو الكونفرجن اوف الميلي جرام او المايكرو جرام انتو الانترناشونال يونت، بيعتمد على التايب اوف الفيتامين. الدايتري ريكويرمنت فور الفيتامين بعرفها بحاجه اسمها ريكومندد ديلي الاونس. الريكومندد ديلي الاونس نوت ذا مينيمال ريكويرمنت، مش هي الكمية الضئيلة to prevent the deficiency of the disease، ولكن تعريفها هو ايه؟ هو ال dietary intake that is considered optimal for the health. دي نقطة مهمة جدا يا شباب. هنتعرف على مقارنة بسيطة برضو من ال water soluble vitamin وال fat soluble vitamin من ناحية النوع بتاعهم، عملية الدايجيشن والابزوربشن، الاستفادة بتاعتهم، هيحصل لهم تخزين ولا لأ، في أضرار عايدة عليا لو أخدت منهم كمية كبيرة. دي نقط مهمة جدا بالنسبة لهم. الحاجات اللي ممكن نتعرض لها برضو عملية الفيتامين ديفيشنسي، نقص نسبة الفيتامين. هنتعرف على الأمراض اللي ممكن أتعرض لها لو حصل عندي نقص من فيتامين معين، وإزاي أقدر أعالج هذا النوع من الأمراض. زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا عندنا أول مرحلة بالنسبة لي هي عملية النيوتريشن أو الوجبة الغذائية. الهيلث ايتينج، ودي النقطة بالنسبة لنا مهمة جدا، إن لازم أتعرف على الهيلث ايتينج او الوجبة الغذائية المثالية. بتعرف على نوعين من الوجبة الغذائية اسمها الهيلث فود والانهيلث فود. طبعا الهيلث فود زي ما انتم شايفين كده هو عبارة عن خضروات، فاكهة، الحاجات بالنسبة لي الصحية، اللبن، الزبادي، منتجات الحيوانية،
كل دي حاجات بالنسبة لي كويسة أو مفيدة. طبعا الان هيلث فود اللي هي الحاجات الجاهزة بقى بالنسبة لنا زي الهامبرجر والشيبسي والحاجات دي كلها الضارة بالنسبة لنا. هنشوف بقى مقارنة بسيطة ما بينهم وبين بعض. ممكن اقول على الهيلث فود اقول عليه جود فود، وممكن اقول على الان هيلث فود باد فود او جونك فود. لو جينا نشوف مقارنة ما بينهم زي ما انتم شايفين كده الشباب، ان في مقارنة ما بينهم، ان انا عندي لما باكل هيلث فود بيبقى في عندي الحركة بتاعتي بتبقى اسرع شوية، بقدر اعمل رياضة، الجسم بتاعي بيبقى مثالي، ببقى نشيط، ببقى سعيد ومبتسم. الان هيلث فود زي ما انتم شايفين كده بيبقى ليزي، كسلان، بيبقى قاعد ياكل كتير، الوزن بتاعه غير سليم، بيبقى شكله مش كويس. برضو الان هيلث فود بيؤدي الى زي ما انتم شايفين كده الشباب ان هو ما عندوش عضلات خالص، عرقان وتخين، لكن الهيلث فود بيبقى عنده عضلات وبيبقى مبتسم وسعيد ونشيط. الحركة بتاعت الهيلث فود طبعا بيبقى اسرع بكتير من ان هيلث فود. ان هيلث فود كسلان وما بيتحركش. يبقى اذا كل الجانك فود اللي انا المفروض امتنع عنها اللي هي الهامبرجر والبيتزا، جميع انواع العصائر، الايس كريم، الشوكولاتات، كل دي حاجات ضارة جدا بالنسبة لنا، بتعمل سايد افكت. لو جينا نتكلم على الميل، السايد افكت زي ما انتم شايفين كده طبعا هو بياكل كتير جدا، الوزن بتاعه شكله مش كويس، المظهر بتاعه مش حلو. بالنسبة للفيميل طبعا زي ما انتم شايفين كده بتاكل كتير قوي، الوزن بتاعها بيبقى مش كويس خالص، دي مشاكل كتير بتتعرض لها. فيما بعد بقى مع استمرار الوجبة الغذائية الغير سليمة او استمرار اكل الجانك فود بيبقى مظهر الجسم وحش طبعا جدا بالنسبة لنا. يبقى اذا انا عندي طريقين للوجبة الغذائية، في عندي احتمال اللي هو الهيلث فود وفي احتمال الجانك فود. لو انا شغال على الجانك فود في الوقت الحالي ممكن اقدر امتنع تماما عن جميع انواع الجانك فود، سواء كانت عصائر، همبرجر، بيتزا، كريب، الشوكولاتات، الكانز، كل ده امتنع عنه تماما. ابتدي اتجه للهيلث فود بجميع انواعه. في البداية طبعا هيبقى فيه صعوبة شوية. في بعض الافكار الخاطئة بالنسبة لنا ان هو ممكن ياخد الجانك فود ويلعب رياضة، دي فكرة خاطئة بالنسبة لي. يبقى اذا احنا هنعتمد على الهيلث فود من ناحية الجبن، الزبادي، اللبن، كل منتجات الحيوانية، الفواكه، الخضروات، العيش، الرز، المكرونة. هيبتدي بقى الهيلث فود يتغلب على الجانك فود. فيما بعد مع استمرار اكل وجبة غذائية مثالية او سليمة بالنسبة لي او صحية، هيبتدي بقى السايد افكت بتاعت الجانك فود يتم ازالتها. في البداية طبعا بيبقى عندي ارهاق شوية ومش بقدر اعمل الاكتيفيتي اللي انا عايزها عشان مش متعود على الهيلث فود. فيما بعد لو انتظمت على الهيلث فود زي ما انتم شايفين كده بالنسبة للميل طبعا هبتدي يكون عضلات، هيقدر يلعب رياضة، هيبقى انسان صحي ومثالي، الجسم بتاعه مثالي. بالنسبة للفيميل برضو هتقدر تلعب رياضة وهيبقى الجسم بتاعها بقى فيه الايديال ويت. يبقى اذا الوجبة الصحية السليمة بتتكون من الووتر وعندنا الفواكه والخضروات اللي هيبقى فيها نسبة عالية جدا من الفيتامين والمينرال، عندي كربوهيدرات والبروتين وانواع معينة من الفاتس اللي تسبب
ايديال ويت او غذاء صحي وسليم. لو انا جيت اقول في الايت ويل بليت الطبق بتاعي خلال اليوم، بلاقي نسبة رقم 2 بالنسبة لي هي الفروت اند الفيجيتابل اللي بيحتوي عليها نسبة عالية من الفيتامينز. لكن في الهيلث ايتينج بيراميد اللي هو المثلث او الهرم الغذائي الصحي، بلاقي عندي الفروت والفيجيتابل رقم 3 اللي هي بيبقى فيها نسبة عالية جدا من الفيتامين. وبكده اكون انهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة ولذيذة عليكم. اتمنى يا شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما تراكمش علينا المعلومات العلمية. شكرا يا شباب.